احنا بالبدايه نرحب بكم ونشكركم على تواجدكم هنا ويانا، واحنا الناشد المسؤولين على المدينه يعني يشوفون حال المدينه بالنسبه للامراض، الوساخه، منطقه سوق العرا هي منطقه مهموله جدا، ما حد يسال عنها، ما حد يراعيها، جريذيه مليانه، شارع سايد واحد، الوساخه صايره مثل الجبال وما يشيلوها. نريد لنا حل لهذه القضيه، ويشوفون الوباء منتشر علينا والكورونا منا مشتغل علينا وداعونا بهاي الامور، غير يجون هنا يساعدونا، يشوفون وين منطقه صدر اثنين، وين مدير صدر اثنين، وين المسؤولين، غير يجون يشوفون المنطقه ايش بيها ما بيها، شو الناس عايزه، الخدمات شو تريد. نناشدهم احنا، نناشدهم مناشده مواطن، نريد المسؤولين شويه يهتمون بينا، يشوفون وضعيتنا، منطقه سكنيه واهل بالسكان. الجهات المسؤوله اكثر يعني من مخاطبه اكثر من والله نخاطب مدير صدر اثنين احنا اللي هو المسؤول على منطقه صدر اثنين احنا، غير يجي مثلا يشوف شارع منب الله سايد واحد زباله مليانه، اهتمام ماكو. وهاي بعد احنا نطلبها من عندهم، هاي منطقه جريذيه بال 60 70 جريذي بها موجود وباء امراض، غير يسوون حل لها القضيه، مشكله هاي. حياك الله يا ابو، اشكرك. السلام عليكم. يعني اكيد اليوم احنا نعيش بظرف استثنائي، قضيه فيروس كورونا اليوم اكيد يهدد الكل. اليوم الصوره تتحدث عن النفايات والتكدس، وبالتالي ممكن يشكل خطر اليوم على حياه الناس. طيب اليوم شنو الاجراءات المفروض تنفذها الجهات المعنيه؟ الاجراءات ردنا هاي الوساخه هاي يسووا لها حل، ما يخلونا هنا ببيبان البيوت، يجي ابو الشفر ياخذ له درب من هي ونثرها بالشارع، الدور يشملها ينثرها بالشارع. هاي هسه تشوف هاي يعجبك، هاي هاي هسه يعجبك، هاي هاي جهاننا وعالمنا. عندهم شارع ميت، عندهم شارع ميت هسه ورا السوق، هذا خلونا اليوم هسه احنا جاي نشوف يعني حتى حاويات ماكو اساسا، حتى طيب. حاويات ماكو، حتى معانا ماكو، يكون يوم يجون يقولون هاي شني شني فد شغله، والله شغله تايهه تايهه، شغله تايهه، معنى يتفرجون علينا، والله يتفرجون علينا. والسلام عليكم.